يقول: كيف يكون غسل الجنابة؟ غسل الجنابة له صفتان، واجبة ومستحبة. أما الواجبة فأن يغسل الإنسان بدنه كله، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فإذا غسل الإنسان بدنه كله على أي صفة كانت بنية أجزأه ذلك. ومن المعلوم أن المضمضة والاستنشاق داخلان في هذا، لأن الأنف والفم في حكم الظاهر لا في حكم الباطن. نعم. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويستنشق في الوضوء، وهذا كالتفسير لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. فعلى كل حال هذه هي الصفة الواجبة في الغسل، أن يعم الإنسان جميع بدنه بالماء مرة واحدة، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق. وأما الصفة المستحبة فهو أن يغسل فرجه وما لوثه، نعم، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا، فيغسل يديه إلى المرفقين، وجهه بعد المضمضة والاستنشاق، نعم، ويغسل يديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه وأذنيه، ويغسل رجليه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه حتى يروي أصوله إذا كان ذا شعر كثير، نعم، ثم يفيض عليه 3 مرات على الرأس، ثم يغسل سائر جسده. هذا على صفة ما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما ما روته ميمونة رضي الله عنها فإن الأمر يختلف بعض الشيء، فإنه يغسل فرجه وما لوثه، ويضرب بيده على الأرض أو على الحائط 2 أو 3 لينظفها بعد هذا الغسل، نعم، ويغسلها، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يغسل رأسه غسلا كاملا ولا يغسل رجليه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه في مكان آخر. هكذا روت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها. نعم. والأفضل للإنسان أن يفعل الصفتين جميعا، بمعنى أن يغتسل على صفة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أحيانا، نعم، وعلى صفة ما جاء عن ميمونة أحيانا، ليكون عاملا بالسنتين جميعا. وإذا كان الإنسان لا يدرك إلا صفة واحدة من هاتين الصفتين فلا حرج عليه في ملازمتها، والله موفق. طيب، هل يلزم مثلا إعادة الوضوء للصلاة بعد الغسل للجنابة؟ لا يلزم، لأن لا الإنسان لا يلزم أحد أما القبل أو الدبر. هذا لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد الغسل. نعم. لكن إن مس ذكره فإنه يجب عليه الوضوء، لا من أجل الجنابة السابقة، نعم، ولكن من أجل الحدث الطارئ وهو مس الذكر. نعم. إذا قلنا بأن مس الذكر ينقض الوضوء، لأن المسألة ذات خلاف بين أهل العلم. نعم.